هذا هو المشهد الذي يختصر به البحرانيون الموقف الذي لا يتراجعون عنه. سنوات من القمع والجرائم لم تجبر المواطنين على إسقاط راية الثورة والتخلي عن هدفها الأصيل، وكلما زاد النظام في القمع والقتل زادوا في ثباتهم على الهدف الكبير. يفضل المواطنون التعبير عن موقفهم بطريقة مباشرة وبلغة لا تقبل التأويل والتحريف، يخطون اسم الطاغية على شوارع البلاد بأكبر ما يمكن من الأحجام ليكون مداسا لكل الأقدام والمركبات العابرة، وهم بذلك يقولون إن خطوط الرجعة قد ولت إلى الأبد، وأن لا حوار أو تسوية قبل أن يسقط هادم المساجد وهاتك الأعراض. دوى هذا الصوت في التظاهرات التي استذكر فيها المواطنون اليوم المشؤوم الذي احتل فيه الخليفيون أرض أوال، وذكر المتظاهرون آل خليفة بأنهم ليسوا سوى غزاة وقطاع طرق، وهو صوت ستسمعه القبيلة الغازية مجددا في ذكرى الاستقلال، صوت يقول إن سكان البلاد الأصليين لن يتوانوا عن التمسك بجذورهم وهويتهم، وهم واثقون وماضون في تفعيل كل خيارات المقاومة المشروعة من أجل حفظها وصيانتها وحتى اقتلاع نظام الشر والإجرام.